الحزن جوا العيون والشكوى فوق الشفايف والعيشة صعبة ومفيش واحد مهوش عارف الظلم صاحي والخدايق نايمة من خوفها امتى يا سمرة التجيب واحد مهوش خايف اصرخ بقى قطع خيوط الشرمقة علق حبال المشمقة لكل شيء بيخوفك اصرخ بقى ضلع قوي في الدريقة وفوق دماغك دقدقة والدوشة صوتها مكتفك اصرخ بقى قطع خيوط الشرمقة علق حبال المشمقة لكل شيء بيخوفك اصرخ بقى ضلع قوي في التريقة وفوق دماغك دقدقة والدوشة صوتها مكتفك الحياة والوحدة مرة وكل واحد وحدته قتلى متفرقين مع اننا مركبنا كان واحد والسكة واحدة بس برضو كل خطوة في اتجاه اصرخ بقى قطع حبال المشنقة لكل شيء بيخوفك اصرخ بقى ضلع قوي في التريقة وفوق دماغك دقدقة والدوشة صوتها مكتفك اصرخ بقى قطع خيوط الشرمقة علق حبال كل شيء بيخوفك اصرخ بقى ضلع قوي في التريقة وفوق دماغك الله جدا الله عليك يا علوة الله احسنتي ايه الاخبار الحمد لله تمام الحمد لله يا جماعه طبعا زي ما انتم شفتوا المطرب الصوت الجميل اللي بجد كل الناس بتستمتع بيه جدا وكمان اصرخ بقى يمكن كانت الاغنيه دي كانت من قبل الثوره صح أولاً كانت بدايه الشراره كانت طبعا بالحقيقة في الاول طبعا يا علي تحياتي ليك ولاسره البرنامج ولكل الكاست الموجود معانا وبجد برنامج رائع يعني وشبابي ومتنوع اغنيه اصرخ يعني هي كانت قبل الثوره يعني تحديدا انا كان نفسي اصور وكانت دعوه طب هنتكلم عليها يا علي بس طبعا ارحب برضو بياسر البلتاجي الشاعر الصاعد الوعد باذن الله ويمكن يا جماعه كان برضو ياسر كان بدايته كانت هنا معانا في عز الشباب وربنا رب يكرمك باذن الله وهو فعلا ربنا كرمه في البدايه ان هو كلمات اغنيه برضو اديها لمصطفى لعلي وكان وش الخير عليه الحمد لله عز الشباب لكن في البدايه طبعا علي نكمل الكلام عن الاغنيه الاولانيه اللي كنت بتكلم عليها طبعا الاغنيه دي كانت يعني قبل الثوره مباشره وانا كان يعني اغنيه تحريضيه وبتحفز الشعب المصري ان لازم يثور لان احنا كانت الاوضاع وصلت يعني للقمه للقمه يعني في فساد في قمع ف
يعني وكمان جات لي عن طريق يعني ان داخل سياق فيلم تسجيلي اسمه مركب ورق بيحكي عن عبارة السلام وان في 1000 ماتوا وفي 800 الى الان ما طلعوش من. طب علي ما خفتش وانت بتكتب الاغنيه دي او بتغنيها؟ لا لان انا تحديدا يعني انا حابب اللاين ده يعني. انا حابب ان انا ابقى من وسط الشارع ومن قلب الشارع واعبر عن نبض الشارع. بس كنت حاسس ان في ثوره جايه ولا كان من منطلق من قلبك؟ والله يعني انا عمري فقدت الامل في المواطن المصري. يعني المواطن المصري ده يعني حضاره 7000 سنه زي ما بيقولوا وفعلا هو شعب عظيم وابهر العالم واثبت اثبت لنفسه ولكل العالم ان هو شعب جدير بالاحترام يعني. بس انا كدوري لازم ان اقدم مسج يعني. انا كعلي كنت رافض ده ولما اتيحت فرصه اني داخل سياق درامي وفي مشكله زي عبارة السلام فقدمت الاغنيه دي وقدمت رباعيات تاني كانت بتحكي يعني قد ايه في ظلم وقد ايه المواطن المصري بقى ملوش تمن ومحدش بيحس بيه ومحدش بيتاثر بيه يعني. علي زي ما انت بتمتعنا باغانيك الجميله جدا دي لكن برضو مزعلنا يا علي يعني بقالك سنتين غايب عننا كده مش عارفين انت فين بقالك سنتين يا علوه. والله يعني انا فعلا انا مقل بس انا موجود يعني باغاني ثوره. علي يعني لازم ابقى متفاعل مع الشارع. انا كمبدا عندي ما اقدرش اروح اغني واعمل فيديو كليب ويبقى في رقص ورومانسي والحاجات دي في اوضاع يعني كلنا شايفينها واحنا شايفين يعني اعز ما بتملكه مصر من شبابها يعني بيقتل ويستشهد فكان صعب يعني. بس انا دايما موجود في داخل الاحداث يعني باغاني للثوره لاغاني وطنيه داخل كل حدث يعني. تمام. وقدمت انا يعني 3 اغاني في اطار الثوره. طب ياسر ان انت هتخش في بدايتك في التاليف مع فنان كبير زي علي حسين احكي لي عن التجربه دي كانت عامله ازاي؟ طبعا هو كان انا بحب علي جدا وبحب المدرسه اللي هو بيغني لها لان علي بيغني الكلمه مش اي كلمه الكلمه اللي هي اي انسان طبيعي ممكن يقولها اي انسان بسيط ممكن يطلع اللي جواه فانا بحب اللون ده جدا. فطبعا هو كان شرف ليا ان انا تعاونت مع مطرب كبير بكلمه علي حسين وده طبعا كبدايه ليا طبعا دي فتحت لي مجال كبير قوي في الكتابه وفي اللي انا اكتب واطلع اللي جواه لان في النجم الكبير هيغني الكلام اللي انا بقوله دوت مش هيكتب وخلاص. طبعا انا تواصلت مع علي على الفيس وتم تحديد ميعاد واتقابلنا وبدانا ان احنا نجهز الاغنيه. احنا عايزين دلوقتي نتكلم على الواقع اللي احنا فيه الشارع المصري بيقول ايه القضايا اللي احنا فيها دلوقتي الاحداث كله اليوم. متلخبط كله مش عارف ايه هيعمل ايه مش عارف. كله عايز ينط ويركب وكله يعمل اي حاجه في اي حاجه ما حدش عارف هو عايز ايه. فاحنا بدانا ان احنا نجهز الفكره ديت وانا الاغنيه حاسس بالخطر والحمد لله كانت تجربه كويسه يعني. تمام الحمد لله. علوة عملت اغنيه يوم التوحي اسمها ما تزعليش. ما تزعليش قول لي كده الاغنيه دي عباره عن ايه وايه اللي حطيتها في الاغنيه؟ الاغنيه يعني انا بخاطب بيها مصر يعني مصر الام مصر ام امهات الشهداء. اكيد لما يستشهد اكثر من 1200 شهيد ومصابين اكيد مصر كأم زعلت حزينة فأنا يعني بطبطب على مصر الأم وعلى كل أمهات الشهداء وبقول دايما الحرية بيبقى لها تمن واللي استشهد ده يعني دمه مش هيروح وإحنا عارفينه إن هو يعني حي يرزق سمعنا وبيشوفنا فيعني أغنية كده بقول لها يعني ما تزعليش يا مصر وهنكمل وأنت هتكملي. ودي كانت تحديدا في يعني في مع التنحي بتاع مبارك. طب تيجي تسمعها منك بقى على طول بقى منك خلاص كنا عليها نسمعها منك بقى ونشوف كلماتها. متزعليش لو في حاجات ماتت خلاص خلي حاجات
تانية تعيش وما تتبليش ما تزعليش لو في حاجات ما تتخلص خلي حاجات تانية تعيش وما تتبليش بالعكس امشي وكملي اكيد حبيبتي هتوصلي وما تيأسيش ما تزعلي عدى خلاص غير بالتحدي ما تقبليش وما تسكتيش ما تضعفيش وقت البكاء عدى خلاص غير بالتحدي ما تقبليش وما تسكتيش كل اللي كان حتى الزمن شافك وقف وما ترجعيش ما تزعلي كده. طيب ياسر كان شعورك ايه لما مطرب زي علي خد اغنيه من اغنيتك او اتفقتوا وعملتوا ديل ان هو ياخد اغنيه من اغنيتك؟ انا طبعا كنت اتمنى من زمان اشتغل مع علي, بس اول ما علي قال لي خلاص احنا هنشتغل الاغنيه دي وهنديها دي اللي هننزل دلوقتي, طبعا في فرحه اي واحد اللي هو هيشتغل بقى واعماله تبدا تطلع للنور وهيبدا الناس تسمع له وهيبدا يوصل كلامه بصوت جميل زي صوت علي. اكيد طبعا طبعا دي فرحه كبيره جدا يعني. طب عايزين نسمع منك قصيده الجيب في قرشين. سعيد. هي القصيدة بتناقش حالنا دلوقتي, حالة اجتماعية, فبتقول وفي عين الوقت الكل انصاب بالحمى, اليوم اسود, الايد على القد, ويدوب الجيب جواه قرشين حق اللقمة, الأوضة ملامح وسرير المرضى بوصة وربع, على خشب الموت اتجمع, على صدره كان الجمع, في وشه دلاب منزوع الباب, وثياب مرمية في كل مكان, بعضها بوليسية بزرار نحاسية وآلات موسيقية طبلة وكمان الغيب ألوان, ولكنه يوميها تلون أسود بهتان, الأب حزين الجيب مسكين وعينيه بتبص على الجدران, جواه بيفكر لإمتى أنا هصبر, وعيالي الخمسة طول الليل تعزف لي الآه ألحان, الأب في بانورامة فكره تايه غرقان, بيولع من غيظه سجايره وبيلعن فقره الغضبان, وما بين خطواته التايهة في فكره وخنقة يومه الزعلان,
دق الباب وكانت الخبطة في طبلة ودنه ليها مليون مدلول وجواب. وبسرعة تلفت خبى دموع في جوف منديله وبرعشة صوته رد وقال مين على الباب. رد الباب: أنا شيخ الحارة ومعايا طبيب. رقص الغيب وضحك الدمع في حضن عينيه، وكأن الدمع في فرحه الحابي حس بأن خماس الفرش النايم حيقوم ويطيب. لقى منديله في كف إيديه بيلملم وجعه دمع عينيه، جمع رعشة إيده وجمع كل شوارد فكره اللح عليه وفتح الباب. دخل الطبيب لسرير الموت وبص عليه، فتح الشنطة شال سماعته في حضن إيديه وبدأ الكشف. والأب بيسأل: أخبارهم إيه؟ رد عليه: اطمن ما تخافش، أيام تتعد ويبقوا تمام، أدي البرشام يمشوا عليه، تدي لكل واحد واحدة قبل ما ينام، وتعد عليهم 6 أيام. وبعد ما عد وعد وعد طلع الصبح في يوم فرحان، وتحول اللون الأسود أبيض يرقص، واتمسح اللون البهتان، خف التعبان، وسرير الموت بقى نبض حياة، والكل اتجمع على صدره، وفي صدره اتدفن الحزن وتاه. رجع الأب وباس منديله يرقص ضحكه ويغني له، ورجع الفرح في كل مكان، وعزفت كل آلات البيت طبلة وكمان. شكرا. برافو. الله ياسر. الله. برافو عليك. ان شاء الله يتمسح اللون البهتاني. ان شاء الله. ان شاء الله. علوة، يمكن بقى انت كمطرب في الفترة الأخيرة ويمكن كمان قبل الثورة وحتى كمان بعد الثورة، الأغاني اللي انت نزلتها، الـ3 أو 4 أغاني انت اللي نزلتهم كلهم مرتبطين بأغاني وطنية أو أغاني ثورية. انت ما خفتش من الجمهور مثلا انه ممكن يقول لك هو علو خلاص اتجه الاتجاه ده ومش هنزل اغنيه مثلا لينا احنا اللي بنحبها من اغانيه مثلا زي واحد شاي، الاغاني اللي احنا بنحبها؟ لا، ولا يعني انت كان فكرك عامل ازاي؟ ما قلقتش؟ لا انا مش مقلق، لاني انا متفاعل مع الحدث، وده اكبر حدث حصل يعني احنا عاصرناه اللي هي الثوره، وان احنا عايزين يحصل تغيير ويبقى فيه حريه ويبقى فيه يعني عيش وحريه وعداله اجتماعيه. انا كمبدا عندي صعب ان انا اقدم اي اغاني بره اطار الثوره في الوقت ده، ولكن لما مصر تستقر وما يسقطش شهداء تاني ويبقى في امن ويبقى في اهداف الثوره، اكيد انا هرجع اغني واتفاعل. ولكن انا دلوقتي مش هقدر اتفاعل الا من خلال الاحداث اللي انا بعيشها اللي انا موجود فيها. اكيد طبعا، وده اللي خلاك طبعا تغني اغنيه حاسس بالخطر في الذكرى الثانيه للثوره. وعلى فكرة يعني ياسر بجد شاعر متميز وموهوب ويستاهل ان احنا نقف جنبه، وان شاء الله ليه مستقبل كبير جدا. ويستاهل ان انت تغنيها لنا، وهي طبعا كلمات ياسر بس عايزين نسمعها منك. حاسس بالخطر طبعا كلمات ياسر. اتفضل. والحان برضو ياسر. الحان ياسر. فجر انا شيء نظيف، لكني حاسس بالخطر، انا مش جبان، واسألي كل البشر جوا الميدان، انا دمي سايل على الحجر. يا مصر ياللي سكنت دمي حبك قتلني، ازاي يكون في يوم إسلامي وطني وعشان وطننا.
نزرع مكان الخير جفاف نقتل قتيل ولا من دري ولا حتى شاف الحق فين ليه ماشي مخلوع الكتاب في كتير كلام والكلمة ليها مليون غلاف يا مصر ياللي سكنت دمي حبك جتلني ازاي اكون في يوم جبان وازاي تضيع مني يا مصر ياللي سكنت دمي حبك جتلني ازاي اكون في يوم جبان وازاي تضيع مني عمر العينات ما كان سبيل ولا عمر يوم حل الخلاف ليبرالي وطني إسلامي وطني وعشان وطننا ننسى الله حلوه هايل احسنت علي انت حاسس بالخطر ولا ايه حاسس بالخطر ازاي ان احنا يعني طلعنا بره هدف الثوره الثوره كانت عيش حريه عداله اجتماعيه دخلت في طائفيه في مسلم في مسيحي في حرام في حلال مش ده اللي عملنا ثورة عشانه أكيد احنا كنا في الميدان كان بيبقى كل مع بعض طوائف الشعب المصري ممثلة في ميدان التحرير البنت والولد والمسلم والمسيحي الأسمر والأبيض كلهم إيد واحدة وبما فيهم التيار الإسلامي طب علي قولي بس إيه جديد عندك في الألبوم الجاي أنا يعني بعد اختيارات كتيرة في الألبوم أنا وقفت الألبوم ليه؟ تحديدا بعد الثورة حسيت اني لازم اقدم مسج من خلال فني كان في روح معنويه مرتفعه جدا انا كعلي كفنان انا هقدم ايه للمجتمع اللي انا فيه ففكرت عن طريق يعني مخرج صديق اسمه باهي الرشاد وهو اللي كتب الفكره واخرجها 3D وطبعا مشكور مهندس خالد جمال شركه ميديا هات اللي بتنتج لي ان احنا كلنا اجتمعنا ان نقدم عمل في مضمون فاشتغلنا على مسلسل 3D كرتون تربوي للناس الصغيرين انا قلت الامل في الاطفال اللي جايين ازاي نغرس فيهم قيم اندثرت صح وفي نفس الوقت بذكر برضو الكبار ان في قيم الامانه والاتحاد وصله الرحم طب ما تيجي تسمعنا كده حاجه منها كده طيب من الرباعيات اللي انت عاملها انا سمعكوا قيمه من قيم المسلسل الامانه وانا بوجه يعني لكل اللي بيسمعونا كل واحد يبقى امين في مكانه الطبيب يبقى امين في مكانه والمعلم يبقى امين في مكانه كل واحد في مكانه هو شايل امانه اكيد فهقول لكم رباعيه الأمانة مش بس حاجة جابها واحد سابها عندي الأمانة حاجات كتيرة مش ضروري بشكل مادي الأمانة مش بس حاجة جابها واحد سابها عندي الأمانة حاجات كتيرة مش ضروري بشكل مادي سر بين اتنين أمانة وعد بين حبيبين أمانة
واللي عنده وصية أمانة واللي شايل مسؤولية ناس أكيد شايل أمانة. الله هلال. حلوة جدا. وإحنا كمان أمانة علينا بقى إن إحنا نسمع حاجة من ياسر. سمعنا رباعيات من عندك. اتفضل. طب نقول حاجة بمناسبة الأحداث اللي إحنا فيها دلوقتي والثورة نقول دمي يسيل أنهار راح تروي أراضيكي ولو أموت وانهار كله فدا عنيكي يا بلدي مش هختار ده أنا ابن واديكي شهيد ومش هحتار ما الجنة تحتيكي بلدي وناسها الطيبين من يومها ولادة عشنا وياها سنين شفنا المر بزيادة ساعة الغضب قادرين نعدلها لو مالت دم الشهيد في ميدان نفرشها سجادة شايف عيون الوطن مرساها مرسايا عايش في غربة سنين والغربة قساية لكني راجل جدع والثورة دي كفاية صوتي وصورة العلم حدوتة جوايا. شكرا. الله هايل. ياسر وعلي بجد نورتونا جدا واحنا كنا مبسوطين ان انتوا كنتوا معانا وامتعتونا وثانك يو سو ماتش. احنا انا مبسوط جدا ان انا بشارككم في البرنامج الجميل ده وتمنياتي بالتوفيق والنجاح وانا كنت مبسوط ويا رب ابقى يعني ضيف خفيف على الساده المشاهدين. اكيد انت نورتنا جدا النهارده يا علي وشرف لينا ان انت موجود معانا النهارده. هختم مع الساده المشاهدين وهنكمل معاك مقنيت واحد شاي لكن يا جماعه عايز لكم خلاص حلقة النهاردة خلصت من عز الشباب هنشوفكم الله إن شاء الله بكرة في يوم جديد من أيامنا. سلام ونسمع أغنية مع المطرب الجميل علي حسين واحد شاي يلا بينا نختم بيها بقى. أوكي. وطح في الحزن بالضحكة وجلجل صوته قال يا جراح اديني قفلك السكة عند جيوبه من الافراح وطح في الحزن بالضحكة وجلجل صوته قال يا جراح اديني قفلك السكة ومش فاضي يضيع وقت على الماضي عارف ان اللي راح مش جاي قعد يشرب له واحد شاي وروق باله حاله صبح راضي مش ماضي يضيع وقت على الماضي عارف ان اللي راح مش جاي قعد يشرب له واحد شاي وروق باله بحاله صبح راضي على وشه بالألوان ورفع يفضل الأحزان كتب فيها أنا الفرحان أنا الفرحان مش شاغل دماغه بهم غلب حزنه بخف الدم خسر دمعه طلع كسبان ياخد حتة حاول تاني ودور وانت تلاقي السكة في الامكان تغلب حزنك مهما كان بس اعمل زيه ودوب حزنك جوا الضحكة ما هوش فاضي يضيع وقت على الماضي عارف ان اللي راح مش جاي قعد يشرب له واحد شاي وروق باله